الآن وفي بداية التتويج يتقدم سعادة عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، والأستاذ مبارك البادي بتتويج الفائزين بالسباق التراثي الذي كانت فعالياته يوم الأمس يوم الجمعة الفترة الصباحية. تهنئة لكل الفائزين من حققوا السيارات في السباق التراثي الشوط الأول الرئيسي، السيد محمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي الفائز بأول الأشواط الرئيسية يوم الأمس، أول الأشواط حققها الزعبي وخطف السيارة، وكان الشوط الثاني السيد راشد بن علي بن محمد الصعاق المري خاطف السيارة في ثاني الأشواط. أهنيك يا أبو علي على هذا الفوز، تهنئة للصعاق أحد الشباب المميزين. بينما ثالث الأشواط خطف السيارة مبارك بن بداح بن مبارك آل تواه الهاجري، وهذا أبو بداح يتوج بالسيارة كهدية قدمت له في هذا الفوز الموفق في السباق التراثي ضمن هذا المهرجان الكبير. نأتي في هذه اللحظات إلى تتويج رموز هذه الأمسية الخاصة بثنايا أبناء القبائل المبروكة بشعار حميد بن سعيد بن عامر النيادي خاطفة الشلفة في الشوط الرئيسي المفتوح، من حققت هذا الناموس وأهدته إلى إخواننا وأشقائنا بدولة الإمارات. أهني راعي المبروكة حميد بن سعيد بن عامر النيادي على هذا الفوز في هذا الشوط الرئيسي المفتوح شوط الثنايا. الابكار تهانينا والناموس للنيادي على هذا الفوز. توقيته الزمني 12 دقيقة 37 ثانية 70 جزء من الثانية. بينما الخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح حضر الشعار ايضا القادم من دولة الامارات ومن دبي، سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي مع اطلس الذي خطف الخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح. وهذا هو مضمر اطلس غانم بن سعيد العويسي الذي قدمه في هذا الشوط الرئيسي المفتوح لينتزع ويحقق هذا الناموس للسيد سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي راعي اطلس. توقيتها الزمان 12 دقيقة 41 ثانية 22 جزء من الثانية. ثالث اشواط هذه الامسية الشوط الخاص بالعمانيات، وكانت الناقلات او ناقلات بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن احمد المسند صاحبة الشلفة والتوقيت الافضل، وهذا هو نجل ناصر بن عبد الله المسند عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن احمد المسند ومضمر ناقلات المغامر الذي يعرف كيف يتعامل مع الاشواط الرئيسية سعيد بن بطي الزعبي، وهذا بطي بن راشد الزعبي، وهذا هو مضمر ناقلات سعيد بن بطي الزعبي يتوج بالشلفة الخاصة بناقلات، وهذا احد انجاله ما شاء الله تبارك الله. وهنيك ملك السيوف على هذا الفوز، وهذا حمد بن راشد بن بطي الزعبي اشبال مضمرين، وبطي بن سعيد بن بطي الزعبي وبطي بن محمد الزعبي. اهنيكم على هذا الفوز وفرحة الفوز بانتصار ناقلات
بشعار ملك السيوف، وهذا محمد بن بطي الزعبي داعم الشعار سعيد بن بطي الزعبي، وحضوره في هذا المساء حضور الناموس. رابع الأشواط متابعينا مشاهدينا الكرام، متعود بشعار علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح من خطف الخنجر في رابع أشواط هذه الأمسية، الخنجر الخاص بالعمانيات بشعار الشعار الشطرنجي المميز. تهنئة لبن مقارح، تهنئة لأبو حمد، ومتعود يضيف الرمز الثاني في رصيده بعد رمز الأمير الوالد. تهنئة لعلي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح على هذا الفوز، وهذا حمد بن علي بن مقارح يتوج بخنجر متعود. التوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لبن مقارح ولكل الفائزين، كلهم فائزين من خطفوا الأشواط الرئيسية في هذا اليوم. بينما صاحبة الإنجازات وصاحبة التاريخ المشرف ادهشة بشعار مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري والماركة والسلالة الغنية عن التعريف، سلام يا الفايز، سلام. فايز أم الزبار يا أخواني، أبو الجزيرة وأبو خود وأبو ارتياد وأبو الأسماء العملاقة، يقدم هذه النوعية الفريدة من نوعها، وأبو عجائب أيضا، وأدهشة صاحبة التاريخ المشرف تحقق رمزا رابعا في رصيدها بشعار بن دري. تهانينا يا بن دري على هذا الفوز. بينما سادس أشواطنا في هذا المساء خنجر الحذر، الخنجر في الشوط الخاص بالقعدان الإنتاج عيسى بن سعيد الخيالي يحقق مع الحذر ناموس هذا الشوط، شوطنا السادس آخر رموز هذه الأمسية وهذا المهرجان الغالي، مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. اللقاء الأخوي الذي جمع بين